دعا مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية الحكومة لتكثيف الجهد وحشد طاقاتها لمعالجة معاش الناس وتحسين مستوى الخدمات ومواصلة برامج الإصلاح وتسريع خطواته. وفي بيان له في ختام اجتماعاته، أكد مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية تعظيمه لحرمة الدماء، وكذلك ترحم على كل شهيد عزيز من أبناء الوطن جراء أحداث الأزمات الأخيرة التي تمر بها البلاد. ودعا مجلس شورى الحركة إلى اجتناب دواعي الفتنة، كما دعا شورى الحركة الإسلامية لإعانة المؤتمر الوطني لتقوية آليات الحوار الوطني. وأكدت الحركة الإسلامية احترامها للعهود والمواثيق الدولية ورعايتها في كل الأحوال وبنائها لعلاقات خارجية راشدة ومتوازنة. وأكدت الحركة وعيها التام بالهجمة اليسارية الاستئصالية التي تقودها القوى الشيوعية والعلمانية ضد الدين والحركة الإسلامية ورموزها ومؤسساتها.